السلام عليكم تلاميذنا الخامسة، بما أننا في فترة اختبارات وجدتكم هنا السوجي حول لا جيراف. نقرأ النص بتمعن ثم نجاوب على الأسئلة. إذا لا جيراف هي حيوان إتان أنيمال سوفاج متوحش كي في دون لي سافان، تعيش في الأدغال غابات السافانا. إل سو نوري دو بلونت إي دي فوي، تتغذى من أوراق الأشجار والنباتات. هنا التعريف ثم ندخل في الوصف. لا جيراف ا ان لونكو، عندها رقبه طويله، اي دي بات فين، اطرافها رقيقه. سابو اي بلين دو تاش مارون، جسمها مغطى ببقع بنيه. الاسئله عندنا شطين من الاسئله، كومبريونسيون دو ليكري، عندنا ست اسئله. او في لا جيراف، كومون اي سابو، لي سينونيم المرادفات، لكلمتي مونج و ابيت. السؤال الرابع لا فورم نيجاتيف، السؤال الخامس لا كونجوغيزون، السؤال السادس اختيار الجواب الصحيح، واخيرا التعبير على اي حيوان. وهنا عطاونا لا بواطا اوتي، حنخيرو كيما نحبو. من هنا خيرنا لا غاز. نتابع بالجواب على الاسئله. السؤال الاول او في لا جيراف، لا جيراف في دون لي سافان. السؤال الثاني كومون اي سابو، نجاوب سابو اي بلان دو تاش مارون. السؤال الثالث لي سينونيم، هي مرادفات، شرح الكلمات. كلمه مونج سو نوري، يعني يتغذى ياكل. مونج بمعنى كلمة يأكل، سنوري يتغذى، إذا لها نفس المعنى. أبيت يسكن، نروحو للنص نلقاو معنى كلمة أبيت، نلقاو في دون، يعيش في الأدغال. في دون بمعنى كلمة في، أبيت يسكن، هنا نلقاو في دون، يعيش في. لا فورم نيجاتيف، نعرف بلي لا فورم نيجاتيف هي الجمل المنفية، نستعملو فيها نو با، نو جامي، نو ريان، الى اخره. هنا عندنا ال في دون لي سافان، نشوفوا الفعل تاعنا هو في، فيفر، سو فيرب فيفر، في هنا نحطوا قبلها نو وبعدها نحطوا با، تصبح عندنا الجمله ال نو في با دون لي سافان. السؤال الخامس هي لا كونجوغيزون، التصريف. عندنا الفيرب سو نوغيغ، يخلص اي ار، اذا هو فعل تاع دوزيام جروب. كي نروحوا نصرفوه نشوفوا ديما لو سوجي، لو سوجي ال افيك اس معناتها او بلوريال، ال سو نوغيس، اذا نحو اي ار ونضيفوا اي دوز اس او ان تي. اذا elle se nourrissent des plantes. السؤال السادس والاخير في لا كومبريونسيون دو ليكري، لا جيراف عندنا اختيارات، يا اما ا سون اكسون، يا اما ا افيك اكسون. لا جيراف ا، راح ناخذ لو فيرب افوار، اذا لا جيراف ا دي تاش مارون. ا سور لا بو، عندنا ا لا دي تاش مارون ا لا بو، يعني حنخيروا ا ولا ا اكسون، لا بو بمعنى سور لا بو، اذا ناخذ ا اكسون. واخيرا لا برودكسيون اكريت، هنا عندنا لا كومبريونسيون دي ليكري على ست نقطات، كل سؤال على نقطه، ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوها كامل. في لا برودكسيون اكريت على اربع نقطات، عندها عندنا اربع جمل، عندنا في لا بواط، يعني نعاونوا روحنا بلا بواط اوتي، يعني هنا راح نوصفوا حيوان قالك متوحش، وعطونا لا بواط اوتي. هنا خيط لا غازيل، اذا لا غازيل ايت ان انيمال سوفاج، استعملت كلمه سوفاج. Elle vit dans le désert, c'est chez le désert, avec la boîte à outils. La gazelle est un animal herbivore, elle se nourrit de plantes, attends, on a qu'elle met se nourrit de plantes et d'herbes. Elle a quatre pattes fines, fines et longues, et qui lui permet de courir très vite, et une petite queue. Comme maintenant, le sujet est un an, bitoufiq, Inch'Allah.